اسمعوني يا كبار نجع الجبل، كلكم عارفين اني اقل منكم، لكن عارفين كمان اني اتغربت عن نجع الجبل سنين طويله في مصر. بطرت وقول لنا عايز تقول ايه من حياتك المؤثره دي؟ انا قصدي اقول لكم ان الكنز اللي لقيناه لو الحكومه عرفت هيقولوا علينا تجار اسرار ويحاكمونا ويدخلونا السجن كمان. مين اللي يقدر يحاكمنا في ارضنا؟ قصر الكلام، الفلوس اللي احنا عايزينها من الخواجه عايزين نعمر بها بيوتنا، نبيعه بالهدايا في السر علشان ما نقلبش الدنيا علينا. هيك في الخشبك هتعلم كبارات البلد يتصرفوا كيف؟ ماضي صح، بس هو ما عارفش يتكلم وعايز يقول اننا لازم نبقى يد واحده قدام الخواجه يبان ان احنا متفاهمين عشان يشتري وهو مطمن. صح والله يا كبير النجع، ربنا يحميك. لما هو كبير البلد ابقنا ايه يا تخاد يا ريس بن دم. غطي راسك من السكريمه. ما تخافش يا خواجة، دول تلاقيهم شافونا بيرحبوا بينا. تقصد ما فيش خطر هنا يا ابو عرام؟ لا ما فيش خطر ولا حاجة، الجبل كله ملكنا. على فكرة أنا لو حصل لي أي حاجة أنت وأهلك في أسوان في إيدينا. عيب يا خواجة، أنت أمانة في رقبتي وده واكل عيشنا ورزقنا، وليك علي وصلك مطرح ما جبتك بأمان. أنقتل وأنا في حمايتك يا حسان. الكبير ملوش ذنب في قتلك يا ماضي. ذنب في رقبتك يا حسان، ذنب في رقبتك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ماضي انقتل يا كبير من داري غدر بيه وهو وسطينا، وده مننا. واش منكم يا ناجي؟ منكم كيف يعني؟ كلنا عارفين انه مقطوع، هو واهله وناسه فاتوا النجع من سنين. بس ماضي رجع للنجع في حمايتي، يعني بقى واحد مننا يا بن داري. لا هو بالعافيه اياه، لا من عرقك ولا من نسبك، ده واد هامل ماليش اي عازه ولا عزوه. انا عزوت في دياب وانت وقعت في الغلط يا بن داري ونقدت العهد اللي بينا. روح دور على اهله وناسه الطفشانين وقول لهم ليكم طار عند البنداري ويفرجوني هياخدوا طارهم كيف. حطوا الكلام دلوقت نتفاهموا فيه بعدين، الخواجة وصل. بس لازم تعرفوا أهل نجع الجبل إن ماضي دخل النجع في حمايتي وبكلمة أمان مني، يعني بقى من عيلتي وبقى في حمايتي، وأهله وناسه سابوا البلد وما عليهمش دم الحد فينا، عشان كده طار ماضي في رقبتي وفي رقبة عيلة حسان الحويطي، واحنا نعرف كيف ناخد طارنا. ناجي ادفنوا في المدافن بتاعت عيلتي. يلا يا رجاله يدكم معاي. الله يلا يا رجاله. رحم الله. او ماي جاد قتيل. قلت لك مستر فيمن الناس دي مالهاش انام. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. مرحب بيك يا شهران ومرحب بكل الضيوف. مرحب بيك يا مغاوري. لا جهران انا مش عاوز اشتري حاجه. استهدي بالله بس يا خواجه، تعال نقعد بس. تعال بطلو. لا ما ينفعش. روح بس روح. انا لازم امشي من هنا حالا. يعني ايه تمشي؟ ها ما شايفين. استهدي بالله بس يا رئيس دياب، الراجل اول ما وصل لقى قتيل. خليه يقعد، الا ثلاثه بالله العظيم اخليه يحصله ولا بلاش. الحسان يقول عليه من عيلته. مش وقت حساب يا بن داري، البضاعه قدامك يا خواجه، قدر قيمتها قدام كاميرات النجم
ومين اللي حيفصل معاه؟ انت يا حسان؟ انا ماليش كلام معاك الا لما اخد حق ماضي وتر ماضي. كنا مختومين على قفانا يا جعران. الحان يا جعران. اصبر بس يا خواجه، الا لقي لك حد يحمينا ويحميني معاك. بعد يدك خش عنا رئيس حسان، عايزك تحميني من معلم بنداري وناسه. صبري نفذ يا جعران، عايز اتطور. خواجه لو جرى له حاجه قرايبي كلهم هيروحوا في الرجلين، وانا وسط خير وانتم قصدتوني علشان ابع لكم الكنز. نزل سلاحك يا بنداري، الخواجه ضفنا. ايه في حماك دي كمان ولا ايه؟ ما دام الخواجه دخل النجع يبقى ضفنا وفي حمانا كلنا. ده جاي يستخفلنا ويشتري بتراب الفلوس. بين البيع والشراء يفتح الله، والمعروف ولا معروف ولا متلوف. ما دام جو الحد هنا وشافوا الكنز بتاعنا يبقوا عرفوا سرنا، يا يشتروا بالسعر اللي احنا نقوله عليه يا يتقتلوا. دي اثارات مالهاش قيمه، احنا بنشتري تاريخ مش فخار قديم. انا ما فهمش انت تقصد ايه. انا افهمك يا رئيس دياب، الراجل ده عالم اثار، بيعرفوا التاريخ من الرسومات المكتوبه على الورقه والكتوبه اللي على التماثيل. فهمهم يا جهران، فهمهم ان الاثار دي بتاعت شخصيه مجهوله، ورغم كده انا هدفع كل اللي معايا. جو هات الفلوس من العربيه. روح معايا يا دياب. ماشي يا كبير. احنا هنقسموا الكنز على العائلات الثلاثه، وكل عيله حره في نصيبها، تبيعه تخليه هي حره فيه. وماله نقسم الكنز، كل واحد ياخد حته بالدور. وانا خدت دي. ميه حلوه كتير. دي جنه في قلب الجبل. ودلوقتي هاخدك معايا بيتي، هناك هتشوف بيوت وعيله كبيره زي اي بلد في الصعيد. وكلكم بتشربوا من العين دي؟ طبعا، العين دي هي اللي بنروي منها الزرع، وهي اللي بنشرب منها وعايشين عليها. حاسس ان انا في وسط مملكه معزوله. ايوه كلامك صح يا خواجه، احنا هنا محدش داري بينا. بلك انا بعتت ولدي هناك في سوهاج عشان يتعلم عند قرايبي. لو سمعت كلامي حسان هخلي البلد دي مملكه، وانت هتكون الملك بتاعها. يا بي الملك لله. بالك احنا بناكل في نفسنا زي دود المش، ولا حد حاسس. عارف لسه واحد مقتول من شويه. لو قلبك حديد هتبقى ملك الجبل ده كله. انا قلبي حديد قوي، وعيلتي تسد عين الشمس. يبقى تيجي معايا اسوان لمده اسبوع، هقابلك بشخصيه مهمه، هتعلمك حاجات كتير قوي هتحكم بيها كل الناس اللي في الجبل هنا. يا بيه اذا كنت بتقولي كده علشان يعني تساومني في السعر، لا انا مفتح قوي. نو نو حسان، لو لك انت كان بندري قتلني. انا برد جميل حسان، اسمع كلامي تكسب كتير. دي بيوت عيلتي وما فيش حد غريب وسطينا. بس ليه البيوت كلها انتوا بنينا فوق منطقه عاليه؟ ساعات المطر في الشتاء بيبقى زي السيل، والبيوت الواطيه بتغرق. ده مغاوري ولا عمي بيرحب بيك. رد التحيه يا ناجي. تؤمر يا كبير. لكن الارض اللي انتوا بتزرعوها مكانها فين؟ 50 فدان بين الجبل على بعد 2 كيلو من هنا، أرض طينة مخلوطة بالرمل. والأرض دي بتزرعوها ايه؟ خضار لينة وأكل البهايم، وبنعتمد فيها على مية الأبيار والعين. أنا مش خبير في الزراعة، لكن أنت لو جيت معايا أسوان أعرفك على خبير كبير أوي عنده أسرار خطيرة في الزراعة. لو نفذت اللي هيقولك عليه ويعلمهولك هيشتري منك المحصول بملايين. محاصيل ايه دي اللي تبع ملايين؟ اتفضل يا خواجه اتفضل. شكرا. اتفضل. شوف يا معلم حسان، انا عايزك تفكر في الملايين اللي هتكسبها. الملايين دي اللي هتخلي نجع الجبل جنه، فيها مولدات كهرباء وفيها مواتير هترفع الميه وتوصلها للبيوت والابار. كلامك زين يا خواجه بس يخوف. لو بنداري مكانك دلوقتي كانش خايف.
ولو انا كنت عايز اديله الفرصه كان هيحكم نجع الجبل ده، لكن انا اخترتك انت. عارف ليه؟ لان انت اذكى منه بكتير. قلت ايه يا معلم حسان؟ الوقت يا زرزور، ما تنزل تاكل ويانا يا حسان، صوتك من الفايش اللي هيسد النفس ده. واكل الفايش ده مزاج عندي. انا بقول ما دمت مسافر لاسوان ومشوارك طويل وكله خضخضه، يبقى لازم تاكل حاجه تقعد ببطنك. لا ده انا مجهزه له اكله حرشه ياكلها طول الطريق. متجهزه له؟ امال مين اللي طبخ طول الليل؟ وهو عيب تطبخ الكبير النجع. لا بس كل حي ياخد حقه. اسمع يا اخوي نصيحه مني عشان ما توجعش قلبي عليك طول غيابك. تقول يا وجيده، انت كبيرنا هنا والصغير والكبير يعرف مقامك زين، لكن في البندر وسط الناس ملناش مقام يا اخوي. اقفل خشمك يا مره، انا مقامي محفوظ في اي مطرح. مرتك معاها حق يا حسان، اول ما تتدلع على البندر هتلاقي العساكر هناك مترشقين في كل حته، ولو مسكوا فيك اول حاجه يسالوك عنها هي البطاقه، وانت عارف احنا لا معانا ورق ولا بطايق عشان يقولوا احنا مين ولا من فين. ما تاخدني معاك يا ابوي، انا معايا بطاقه. صوره حلوه يا كبير، اسمع كلام الواد وخد وياك. او على الاقل واحد منكم يبقى معاه بطاقه عند اللزوم تثبت شخصيته. يا ريت يا ابوي، وانا كمان اعرف حياه البندر واعرف امشي في الشوارع وادلك. جرى يا ولدي، عايز اتحمى فيك؟ العفو يا ابوي، انت بتحميني، انت واخدني معاك كيف اعرف قعده الرجاله وكيف بيتفقوا. فايق عليك النبي تاخده في يدك يا اخوي. علي صوتك السلام، خلاص هتيجي معاي عشان كمان توعيني على كلام الخواجات والعبهم وعشان تبقى كبير. ربنا يخليك لي يا ابوي، ربنا يخليك لي. ويخليك يا ولدي. تفضل يا ريس حسان. تفضل. تفضل يا مناع. السلام عليكم. سلام. اهلا 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 بالراجل السحر. اهلا يا خواجي، اهلا بيك. ازيك يا معلم حسان؟ اهلا بيك يا خواجي. تفضل تفضل. اهلا اهلا. ازيك يا جعران؟ ازيك يا خواجي؟ تفضل اقعد يا معلم. تفضل. اهلا وسهلا. تمام يا ريس حسان، اديني جبتك لحد الخواجه. ها متشكرين يا جعران. افوتك انا عشان الحق البازار بتاعي. باي يا جعران. باي يا خواجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسان ابنك ده؟ ايوه مناع، ولدي بيدرس ثانوي، بيفكر زين احسن من ابوه، وان شاء الله هيبقى كبير العيله. يبقى هو ده راجل المستقبل بتاعنا. استقبل يا خواجه، انا جاي في كلمه ورد غطاء. انا وصفت بلدكم لصديقي بنيامين. بيني بيني مستر فيمن. صديقي بيني خبير في الزراعة، لما وصفت له بلدكم قال لي إنها مكان مثالي يصلح لتجربة بعض أنواع البذور اللي هيعمل منها أدوية مهمة جداً وغالية جداً جداً. تقصد يا خواجة العلاج بالأعشاب؟ إحنا عندنا في الجبل علاج بالأعشاب لكل الأمراض حتى لو جرسة التعبان. ابنك ده ذكي جداً يا حسان، بس أنا يا جماعة مش خبير في الزراعة، اللي أقدر أعمله إني أخدكم أعرفكم على بني. أضمن مالي في يدي الأول، إن شاء الله أروح معاك بعدها الوحد. ده مبلغ كبير يا معلم حسان، هتمشي إزاي بيه وتتحرك بيه في الشارع؟ وإنت كيف قاعد هنيه ومعاك المال ده كله؟ أنا شايلهم في البنك، بعد ما تقابل بني وتتفق معاه أخدك وننزل على البنك قبل ما تسافر، أسلمك الفلوس فورا. أبوي أنا عندي فكرة أحسن، نروح على البنك نفتح حساب ونحط الفلوس باسمي قبل ما نروح أي مكان.
ودي طريقة مضمونة يا ولدي ناخد بيها فلوسنا؟ أيوة يا أبويا، لو الفلوس باسمي هتبقى تحت أمري ومحدش هيقدر يصرفها من البنك غيري. خلاص يا خواجة، أنا موافق على اللي يقوله مناع ولدي. لا أنت مش ذكي بس، لا أنت هتكون قائد عظيم كمان. ربنا يكفيك يا ولدي شر حسد الخواجات. طب يلا بينا بقى يا جماعة، أعرفكم على صديقي بنتي. اتفضلوا. يلا يا معلم. اتفضل يا خواجة. تعالى مناع، تعالى يا ولدي. اتفضلوا. أصبح اتجاه عالمي دلوقتي. بس توفر الأعشاب الطبية بيتطلب عناية كبيرة ووقت ومجهود. ربنا يكفينا ويكفيك شر المرض يا خواجة بيني. يعني الناس العيانين وبيتألموا دولت مش محتاجين ان احنا نوفر لهم دواء ونعالجهم بيه وبعد كده نكسب فلوس كتير في نفس الوقت؟ يا ما حدش يكره المكسب، بس الطريقة بتاعتك دي احنا ما نعرفهاش. اصبر اصبر يا معلم حسان، هو هيعلمك. بس احنا ما نعرفش نزرع الا بالطريقة اللي تعودنا عليها، اللي نعرفها ابا عن جد. شايف الجو اللي في الصوبة دي عامل ازاي؟ انا بتعب قوي عشان اوصله للدرجة دي عشان الزرع يكبر. بس لو في بلد الجو الطبيعي بتاعها بالشكل ده يبقى هنوفر فلوس كتير قوي والزرع هيكبر وهيبقى احسن. طيب هي بلدنا يعني فيها الجو دي؟ كل زرعة وليها جوها، وانا شغلتي اعرف ايه الزرعة اللي تنفع جو بلدكم وعلمك تزرعها وازاي تحط عليها كمية كيماويات معينة عشان ما تبوظش ونبيعها ونستفاد من بيعها ملايين. بينها مهمة صعبة قوي يا ولدي. لا يا بوي مش صعبة ولا حاجة، انا ممكن اتعلم كل حاجة وكل اللي تقول لي عليه اكتبه واطلع لك احلى محصول. ما شاء الله عليك، انت تيجي مع ابوك وتتعلم معاه، بس انا عايزك تعمل زي الطلبة اللي في الجامعة ماسكين اجندة وبيكتبوا فيها كل حاجة كل التفاصيل عشان لو نسيت حاجة نبص في الاجندة ونضمن احسن محصول. اطمن انا شاطر قوي وهفهمك زين. اتفقنا يا بطل، انتوا بقى الاسبوع ولا العشر ايام الجايين هتيجوا تقعدوا معايا هنا اهو تتعلموا كل حاجه، وبعد كده هديكوا البذور والكيماويات اللي هتحتاجوها. خلاص يا بوي، هبعد عن اهلي وناسي عشر ايام. يا حسان اللي هتعمله ده كنز، كنز يساوي ملايين اكتر من الكنز اللي لقيتوه. الفلوس دي هتساعدك انك تدخل كهربا وميه بلدكم من غير ما تحتاج للحكومة. حكومة ايه؟ هو حد من الحكومة يعرف لنا مكان؟ دول بيعتبرونا طلعنا شيطاني كده من بطن الجبل. مش لازم تعتمدوا على الدولة تعمل لكم كل حاجة، مادام تقدروا تعتمدوا على نفسكم وتتطوروا. شوف يا خوية، مادام النية خير نتوكل على الله. في حاجة مهمة بقى عايز اقول لكم عليها، الاعشاب اللي احنا هنزرعها دي ممكن تكون من وجهة نظر القانون ممنوعة لمصلحة شركات الادوية، عشان كده اللي احنا هنعمله ده لازم يبقى سر. ايوه ما وبعدين هي الحكومه هتوصل لنا كيف؟ دعنا في اخر الدنيا. في نباتات غاليه قوي لان الخلاصه بتاعتها لا غنى عنها في كل العمليات الجراحيه كمخدر، وفي نباتات اغلى من كده بكتير عشان بتستعمل كمنشط للرجال، وفي نباتات تانية بقى ارخص من كده بكتير بتعالج الكبد والكلى. كل متوقف انتوا عاوزين ايه؟ عايزين غالي طبعا، احنا ورانا مصاريف ياما. نشتغل في المنشطات مادام بتكسب اكتر واغلى. للاسف ده مش ممكن يتزرع في بلدكم هنا، ده لازم يتزرع في بلد حر عند خط الاستواء. الحاجه الوحيده اللي ممكن تتزرع هنا اهو هي النباتات اللي تستعمل كمخدر للعمليات. يا ابن الفرطوس، عايزنا نزرع حشيش وتقول عليه دواء؟ لا يا خواجة، الزرعة دي مش جايبة همها. يا رئيس حسان، إيراد إيراد واحد يجيب لك قد خمس فدادين قمح، وأهم ما في الأمر بقى إنك أنت تقدر تعمل كل دهوت من غير ما حد يحس بيك. قلت إيه؟ نجرب يا أبوي في كام جراط وبالمكسب نشتروا بهايم ومولد كهرباء وندخل التلفزيون في بيتنا. وافق يا أبوي؟ وافق. وبعدين في الورطة دي أنا لو قلت لا ممكن يقتلوا ولدي ويقتلوني. لو وافقت من بكرة ممكن نبتدي مرحلة التعليم العملي. أوكي.
بقول لك ايه يا واد يا زرزور؟ ايه يا سناجي؟ ده تقعد هنا معاي تسليني لحد ما تاجي عربيه، فاهم؟ فاهم، بس امانه عليك يا سناجي، لما توصل اسوان وتشوف الواد جعران تديله على قفاه على طول قبل ما تعرف مكان سي حسان عشان يقر ويعترف. انا قلت لك تقعد معاي تسليني مش تقلب له دماغي. خلاص اهدى، في عفره جايه من بعيد هناك. ها عفره اهدى، حظك زين مش هتوقف كتير. العربيه دي ولا اهدى؟ ايوه احسن اهو، على اقله هرتاح من وشك العفش. قابل يا واد وشاور يا ريس. اهدى من ده الواد منع ده. منه منه يا ولد اخوي. اه وسيدي حسان. حسان اخوي كمان. اه يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا حسان. الحمد لله على السلامه يا كبير. وقف يا ولد، وقف يا ولد. انزل يا سيدي. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا كبير. على السلامة. زور شيل علشان يحطها على الجمل. ايوه الحمد لله، جينا بالسلامة. شكرين يا اسطى، شكرين. عدي عدي عدي. سلامة. يلا برعاية الله. ايه الحاجات دي كلها؟ بقول لك ايه، شايف الشنطة دي مليانة فلوس والباقي في البنك. بنك؟ واحنا بتوع بنوك؟ ايه الحاجات دي؟ دي حكاية طويلة قوي يا عمي، هبقى احكي لك عليها بعدين. الله، الواد بيخبط على كتفي. ايوه لما النعدة. ربنا يحميك يا ولدي، كأنه كبر عشر. انت مالك عمال تتمايع من الصبح في فطير المعايم يا عميش؟ ها زمان الباشمهندس مناع جاي في الطريق، وان شاء الله لو جه وما لقيتش وكلت البهايم هياكلك انت. صدق اللي سماك حصاوي، بقى حمار الباشمهندس مناع هيعرف منين ان المواشي دي ما كلتش. هتشتكي له اياك يعني؟ امال ايه طبعا، امال هو سموه باشمهندس ازاي؟ طب قالك انت، انا لو جيت في يوم من الايام وما كنتش فاطر فيه، اول ما يجي يبص في وشي على طول يقول لي انت ما فطرتش النهارده يا حصاوي. صح، اقول له صح يا باشمهندس، عشان تعرف ان هو عارف كل حاجه. نقول لي يا حصاوي، امسك امسك. نقول لي يا حصاوي، بحكم يعني ما انت معرفه قديمه بالباشمهندس مناع من ايام ما كان في الجامعه وكنت بتخدمه في الشقه،
الباشمهندس مناع يعني؟ لا انا ما اقدرش اقول لك على اسرار سيد مناع ابدا، ده كان يقتلني ويدفني تحت رجلين البهايم. اصل يعني كنت عاوز اعرف هو من انهي مركز في محافظه سوهاج. اصل بيني وبينك يعني ما شفتلوش لا اب ولا اخ ولا اي حد من قرايبه بيزوره. بص يا سيدي اللي مانتي، هو في الاول كان ساكن في مركز سوق البليونير، ولما ربنا كرمه دخل الكليه وراح كليه الجامعه الزراعه، وهو من يومها هو قاعد هنا في سوهاج. وعلى فكره هو والد عز من يومه ومن عيله كبيره قوي. عز ايه اللي يخليه يشتري مزرعه مواشي ب 10 مليون جنيه؟ لو كنت سالت لنفسك يا سياده المقدم انت حكيت لك على كل حاجه بصراحه وهتلاقي كلامي مظبوط زي الورق اللي عندكم. يا سيدي مناع بيه، الحمد لله على السلامه. يا سيدي مناع ده رادع ماشي التباع بتاع مصنع العلف. يا سياده المقدم احمد سعيد رئيس المباحث يا ابن المحروقه. بقول لك ايه يا بيه، ما تتفضل معايا على مكتبي ارسيك على كل حاجه بالورقه والقلم. اتفضل يا باشا. قهوه تكيل. مظبوط يا مناع بيه. مين قهوه مظبوط بسرعه يا ولد. احنا مش بنشك فيك لا سمح الله يا مناع بيه، احنا بس بنعمل تحرياتنا عن الشخصيات المهمه اللي ظهرت فجاه في محافظه سوهاج. انا عايش في سوهاج من ايام ما كنت طالب في الاعداديه في الباليان، ونقلت هنا من ايام الجامعه وكملت حياتي في سوهاج، يعني ما ظهرتش فجاه. بس لما تشتري مزرعه الحاج عبد الكريم وتدفع له 10 مليون جنيه كاش تبقى ظهرت فجاه. سيادتك تعرف طبعا اني خريج كليه الزراعه شعبه انتاج حيواني، ولما خلصت الجامعه وما لقيتش عندي مشكله في الفلوس قلت اشتغل بحر مالي. لا طبعا انت حر يا مناع بيه، بس من حقنا نعرف مصدر الفلوس دي منين عشان نكون في البحث ويبقى ملفك عند الحكومه مستوفى وسليم. اظن برضك ان سيادتك تعرف من شهاده ميلادي يعني اني مولود في جنة. كان حقك تسال الاول أنا ليه عشت محوط في سوهاج الفترة دي كلها؟ يا ريت تقول لي يا باشمهندس. أنا اتولدت يتيم. الطار كنس عيلتي كلها. ما خلاش فيها ولا نفر إلا خالي. الله يرحمك يا خالي. هو قال لي إن إحنا كنا أغنياء. وإن هو استلم ورثي وخلاه أمانة عنده. لحد ما أكبر وأعتمد على نفسي. ولما حس إن الأجل قرب جابني. وأعطاني فلوسي، وأيامها كنت لسه في ثانوي حطيتهم وديعة في البنك، ولما تخرجت فكيت الوديعة واشتريت المزرعة. كل الأوراق دي شفناها ودرسناها. أمال إيه الحكاية؟ فيه غلط عندي. حاجة بسيطة في شجرة العيلة بتاعتك. أنا سبق وقلت لك أهل وناسي مالهمش ذكر عندكم، لأنهم لا كانوا بيعملوا بطايق ولا شهادات ميلاد قبل ما تولد. لما بحثنا على الكمبيوتر عن خالك الدكتور توفيق ما لقيناش ليه أخت اسمها وجيدة، لكن هو فعلا كان دكتور وبيشتغل في مستشفى عام بجنة. الله يرحمه ويحسن إليه، هو اعترف لي بالسر ده قبل ما يموت، قال إنه مش أخ أمي وانه كان صاحب ابوي. لما حرب الطار ولعت في البلد ابوي خاف على مرته الحامل وداها تعيش مع صاحبه الدكتور ومرته، لكن الطار ما بيرحمش. حتى انا اتولدت في رقبتي دم، ولما خافوا عليا دوني السهاج الدارة وسط عيلة الحاج عبد موجود. لكنه لقيت اللي ينكش عليا ويعرف أصلي وفصلي. الخوف لانقتل هنقتل على قد ناس معرفهمش. ما تخافش يا باشمهندس، انت راجل نظيف وكل اوراقك سليمه وتقدر تشتغل براحتك، ما
وريت كمان تعمل لنا مشاريع كبيرة تفيد بيها البلد. أنا متشكر يا باشا لحسن ظنك فيا، ويا ريت المعلومات دي ما تطلعش برا الإدارة. سيادتك عارف أنا عشت طول عمري مطرود بسبب التخلف والطار بدون أي ذنب، وجاي زمود برضك بدون أي ذنب. من هنا وجاي الناس مش هتعرف غير الباشمهندس مناع حسان صاحب أكبر مزرعة مواشي فيك يا سهاج. كتر خيرك يا باشا.